السلام عليكم البنات. اليوم غادي نحضروا لي نوي و بولي. لي نوي و بولي بالطريقه ديال الطريقه ازياتيك ديال الشينوا بالخصوص، الطريقه الصحيحه اللي تناكلو في المطاعم. شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو البولي، حيت نديروهم بالبولي. غادي نحتاجو هما نورمالمون لي شينوا راه تيديروهم بلو او دو كويس دو بولي. انا الدار عندي ما تياكلوش لي او دو كويس دو بولي، تياكلو لو بلون دو بولي. درت لو بلون دو بولي، غتحتاجو واحد 250 غرام بوغ 3 ا 4 بيرسون نورمالمون، سي سوفيزون. بغيتو ديرو كتر ديرو كتر. غادي نحتاجو دو كوس داي محكوكين، نحتاجو واحد ملعقه صغيره ديال جنجوم غابي، هذا دو جنجوم فخي غادي نربيه من بعد، جوج بصلات خضاريات، بصله كبيره عاديه، هذا لو كور دو بومبو انا راه تنشريه فري، تنقطعو وتنديرو واحد 10 دقائق في الماء باش كيتمشي له هذيك لاميرتوم ديالو. نحتاجو دو شامبينيون بارفومي، شامبينيون شينوا هذا كيتباع في لي بوتيك ازياتيك، كترقدوه 4 السوايع على الاقل قبل في الماء، من بعد 4 السوايع راه كتعصرو هكايا سي بون، ومن بعد كتقطعوه. هاد لي زانغريديون نورمالمون في لي ريستو شينوا راه كيقطعوهم اغلض من هكايا، يعني كيقطعوهم بهذا القياس هذا كيكونوا مايلين. انا بويسكو الدراري عندي سون ان بو ديفيسيل، يعني كنحاول نقطع لو مينيموم باش لا وعسى يقدروا ياكلوه. بالنسبه لي صوص، غادي نحتاجو صوص ويتر، نحتاجو صوص دو سوجا كلير، ويل دو تورنوسول، ويل دو سوجا فونسي، بوافر، سيل، لي نوي شينوا، لي نوي ديال لو بلي هادو، شويه ديال السكر، ونحتاجو مايزينا. اول حاجه نديرو غادي نرقدو الدجاج، غادي نديرو الدجاج، غادي نديرو معاه ملعقه كبيره، ملعقه ديال كويغا سوب بلا صوص سوجا كلير، غادي نديروه مع كويغا سوب دو صوص ويتر، غادي نديرو اون كويغا سوب كبيره ديال مايزينا، وغادي نديرو اون كويغا سوب دو ويل دو تورنوسول، سيل و بوافر. غادي نخلط هادشي وغادي نخليه يترقد، من بعد غادي ندير الماء يسخن مزيان حتى يغلى، وغادي ندير فيه لي نوي. الا شريتو لي نوي فريش راه ساهلين، بحال لي بات فريش، يعني اون فوا تيطلعو لا سيرفاس راه سون بري. بالنسبه لهادو راه تقريبا مكتوبه 4 مينوت كتحيدوهم. فوالا انا غادي ندير هادو 4 مينوت يغلاو ونحيدهم ونخليهم، ندير عليهم شويه الماء بارد باش يبردو شويش، نرقد الدجاج وغادي نرجع معكم باش نوريكم الطريقه الاخرى باش نديرو لاصوص لي اكومباني هذاك، راه ونوريكم كيفاش نديرو هادشي. الوغ بالنسبه لاصوص اللي غادي نكبوها فوق من هادشي كامل حيت يكون كنصوطيوه مع لي نوي، غادي نحتاجو معلقه ديال صوص دو سوجا كلير، معلقه كبيره هادي صوص دو سوجا فرونسي، معلقه ديال صوص ويتر، شويش يعني راس ديال المعلقه ديال القهوه ديال الملحه، وغادي نخلطو مزيان، وغادي نديرو هادو كوتي. فوالا انا دابا غادي ندير المقله، غادي ندير فيها جوج معالق كبار تاع الويل دو تورنوسول، وغادي ندير معلقه صغيره غازي ديال السكر. اون فوا يبدا يتكراميليزا يعني غنشم ديك الريحه، غادي نزيد الدجاج، يعني واحد 30 سكوند اللي ندير السكر فوق الزيت، غادي نزيد الدجاج، نخليه واحد ميم با 5 دقائق 3 دقائق تنصوطي فيه، ومن بعد غادي نزيد ليه هذا كوس داي غابي ثومه، ونزيد جنجونغ، وغادي نزيد البصله، غادي نصوطيهم شويش، غادي نزيد لو كور دو بومبو، غادي نزيد الشامبينيون سيشي، يعني البصله الخضاريه هادو غادي يبقاو حتى لفيغ لافان تقريبا، و نورمالمون لي جيرم دو سوجا، انا لي جيرم دو سوجا ما تياكلهم لياش، ما تياكلهمش ليا في الدار، ما استعملتهمش، مي فهاد لا روسيت سي اوبليغاتوار لي جيرم دو سوجا، و على فان يعني قبل ما الدغيساج القزبور، قزبور كوريون فريش تقطعوها اطراف وكدار من الفوق شويه للريحه وللتزيين، باغي انا ما تياكلوهاش ليا، يعني جوج مواد اللي ناقصين من لا روسيت لا فري روسيت شينواز هما لي جيرم دو سوجا اللي تنديروهم حتى هما فيغ لا فان لان ما خصهمش يطيبوا بزاف، و لا كوريوندر اللي كنديروها على فان ديال لا كويسون تنديروها من الفوق اون سيغ. انا غادي معاكم حتى نوريكم لو ريست ديال لا بريباراسيون.
انا دابا غادي ندير جوج معالق كبار ديال ويل دو تورنوسول، شويه د السكر، هاهي ملعقه صغيره غازي سكر، نخليها نخويها هذوك البقعات كيتكونوا ريحه الكراميل، نزيد الدجاج ما بقاش سي بون، هنا كيتكونوا الفقاعات نجيس كنشم شويش ديال الريحة، غادي نزيد الدجاج اللي رقدت عافية متوسطة ماشي مهيلة متوسطة، نحرك واحد كل ما نحبها ثواني ثلاث مينوت دابا غادي ندير الصلاة العادية ماشي الكبارية، الكبارية تنخليها حتى اللخر تكسب قلبو ديالها، غادي ندير البامبو كتر البامبو باش جنجون كيلو دابا من بعد ما خليتهم واحد خمسة دقايق غادي نزيد ليمون، غادي نزيد ليمون وغادي نزيد هاديك لاصوص اللي كنت صاوبت، غادي نزيد شويه تاع البزار، غادي نخلط نستعمل هادي لان نخلطو مزيان، جوج دقايق دابا غادي نطفي، بالنسبة ليا راه هو جد فهاد المرحلة، يعني فهاد المرحلة فاش كيتزاد القزبور مقطع قطع شويش، هما راه كيقطعوها ان بو كغو ماشي بحالنا حنايا، مي نتوما قطعو كيف ما بغيتو، قلت ليكم لي جيرم دو سوجا راه خصهم يدارو، مي انا ما تكالوليش ما مبقاش اللي حطيت ليه نبدا نحيد ليه لي جيرم دو سوجا ما درتهمش،
كنبغي نحب نسربي ليا انا غادي ندير ليا ديال القصب غادي نوريكم من بعد غادي نوريكم دابا غادي ندير سمحوا لي نسيت ندير البصله الخضريه وغادي نوريكم الشكل النهائي الحقيقي اذا تيجي هكايه غادي خص جوست القزبر من بعد انا عندي في الطبق اللي نزيد ليا انا القزبر وغادي نوريكم الو هذا هو التقديم النهائي ها هو انا زدت الطبسيط ديالي زدت عليه شويه ديال القزبر هو بغيتو تاكلوها بلي باغيت شينواز كل واحد الا اللي كتميتريزيوها راه كلو بها ما تجوش تاكلو بالفورشيت نورمال هيا ممكن ديروا نزيدوا شويه صوص سوجا الا جاتكم الا جاتكم شويه مسوسه انا غادي ندير شويه الحار هنايا وبالصحه والراحه جربوها وغادي تلقاو لوغو ديال لي نوي بولي شينواز سي كوم سا يا سي كوبي كولي سي كوم سا يفون لي شينواز شيزو فوالا بالصحه والراحه